هي سيارة عائلية SUV سبع مقاعد، سيارة تصلح العوائل، يبحث عن شيء صغير الحجم نوعا ما اقتصادي، سعره حلو، عملي، ياباني، مواصفات حليوة. سيارة تصلح خطوط السفر، تصلح استخدام داخل المدينة، طلعات بر خفيفة. خلونا نتعرف على هذه السيارة الجميلة وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتابعيني الكرام. تغطيتنا اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات الرياض، حي المنار، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. للمزيد من التفاصيل زور صندوق الوصف. التغطية اليوم عن ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 فئة ستاندر وارد الوكيل. راح نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا بهذه السيارة الجميلة. وقبل ما أبدأ بالتغطية، يسعدني إخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، إنستغرام، وعلى تيك توك. متابعيني الكرام، ميتسوبيشي أوتلاندر هي سيارة SUV من ميتسوبيشي اليابانية. سيارة فيها طبعا سبع مقاعد دفع رباعي. راح نتعرف على أهم المواصفات والمزايا. وللمعلومية، السيارة هذه من منافسينها عشان تعرفون حجم السيارة تقريبا تويوتا رافور، مازدا CX-5، كذلك لا ننسى نيسان إكستريل، ولا ننسى طبعا هوندا CR-V. عندنا برضو كيا سبورتاج وهيونداي توسان، بس ما شاء الله تبارك الرحمن هي طبعا النيسان إكستريل يجون بنظام سبع مقاعد. السعر شامل الضريبة 94,300، تعتبر هي الأفضل كقيمة وكمواصفات. السيارة ياباني، تجميع ياباني. طبعا في ناس قاعدة تنتظر الشكل الجديد، للأسف إلى الآن ما وصلت. تعرفون حاليا في أزمة عالمية بموضوع السيارات، شبه الموصلات إلى آخر، فهذا سبب في تأخر الشكل الجديد. لكن عموما بيجي بسعر جدا مرتفع، هذا عشان صراحة ما يخفى عليكم الموضوع. المحرك اللي موجود على السيارة صراحة هو 2400 سي سي، 4 سلندر، 168 حصان تقريبا. والجير اللي موجود عليها فهو أوتوماتيك CVT، نظام الدفع فهو 4-wheel drive، سيارة دفع رباعي. المواصفات الخارجية، نجي للمقدمة. المقدمة صراحة الكروم موجود فيها، زوايا الشبك طبعا عندنا هنا برضو كروم مطفي جاي تقريبا على الشبك العلوي، الشبك اللي جاي من تحت باللون الأسود اللماع، وشفة الصدام فيها تطعيمات كروم. إضاءات السيارة تجي LED النهارية، النور عالي واطي هيلوجين، فيها عدسة طبعا النور الواطي، للأسف بدون كشافات ضبط. ننتقل إلى جنوط السيارة. طبعا جنوط السيارة بمقاس 16 إنش، الكفرات من نوع يوكوهاما. مقاس الكفر بسم الله الرحمن الرحيم 215/70، والجنط ألمنيوم مقاسه 16. عندنا إشارات بالمراية، عندنا زيج باللون الفضي على الأبواب. كمل للخلف، مساحة زجاج خلفي، تطعيم كروم على الشنطة الخلفية، وعدد 4 حساسات خلفية ستاندر، لكن شنطتها الخلفية المعلومية كهربائية، طبعا تفتح عن طريق الريموت كهربائيا أو من داخل السيارة. السيارة عائلية زي ما ذكرنا، سبع مقاعد، إذا مو محتاج الصف الأخير تسدحها بيعطيك مساحة أكبر وأوسع، أو ممكن إذا مثلا أنتم عائلة 6 أشخاص تنومون كرسي وتأخذون مساحة أكبر. عندنا هنا منفذ الطاقة كلاسيكي، عندنا هنا حاملات أكواب عدد 2 طبعا، هذا حق الراكب الوسط. بصراحة ليش كذا شكله؟ طبعا هذا الوسط اللي هنا. عموما سيارة عائلية سبع مقاعد. هذه الشنطة، فرشات السيارة، سكر الشنطة. فأمانة يوم نشوف المواصفات الأساسية اللي بالسيارة ونقارنها بين المنافسين، تعتبر الأفضل كسعر والأفضل كمواصفات على فئة الستاندر. ننتقل إلى صرفية الوقود اللي بالسيارة.
ما أخذ تقييم ممتاز 13.5 كيلو لكل لتر بنزين. طبعا ميتسوبيشي أوتلاندر 2.4 2400 سي 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 في تي الجير 2022 فور ويل درايف اس يو في، طبعا شاحنة خفيفة. ننتقل للمواصفات الداخلية، وقبل كل شيء نبي نصور لكم مفتاح السيارة الذكي للدخول الذكي والتشغيل الذكي. طبعا نفتح الشنطة من هنا، السيارة شغالة الحين ما راح تفتح معنا. فعموما هذا هو المفتاح الذكي، بمجرد حتى تدخل السيارة تضغط الزر يفتح القفل. أول ما تفتح الباب بتشوف الداخلية البيج الجميلة هذه، ما شاء الله مقاعد قماش. بس قبل ما نصور الداخلية ودي نصور المحرك، بحكم صراحة تعودنا نوعا ما نصور لكم المحركات. أنا قاعد استخدم يد واحدة. طيب هذا هو محرك السيارة 2400 سي سي، حسب علمي 168 حصان تقريبا، 4 سلندر طبعا. ما شاء الله تبارك الرحمن، أمانة السيارة تحس فيها متانة في مواد التصنيع المستخدمة. السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن كويسة. طيب كرسي السائق يدوي ينزل ويطلع، هنا الصف الأمامي، السيارة ثلاث صفوف. ننتقل لصف الوسط، هذا هو الصف الوسط، فيها تكاية حق تكاية الرأس، فيها مثبت مقعد أطفال، فتحات تكييف بالوسط جاية تابعة المكيف الأمامي، وعندنا هنا منفذ طاقة USB. الصف الخلفي ترى ما في له تكييف خلفي، سيارة جاية سيارة عائلية أو نفس فكرة سيارات البوكس، فما هي ذيك المساحة اللي تضيع فيها زي سيارات SUV وتحتاج إلى تكييف. فحليوة السيارة صراحة، وما شاء الله مكيفات متسبيشي كويسة، يعني صراحة ما راح تكون لك عائق كبير موضوع انه ما فيه تكييف خلفي. بالاول الاخير انت تشتريها لانها خمس مقاعد، ولو احتجت الصف الاخير تستخدمه. زجاجها اوتو لمسة واحدة، مراياها كهربائية بخاصية الطي. طبعا حساسات السيارة بنطفي ونشغل هذا الزر. وعندنا هنا الشنطة الخلفية زي ما قلنا كهربائية، لاحظوا وبرضه سكرها بنفس الزر. هذا هو دركسون السيارة، طبعا مكسوب الجلد، هنا نفس فكرة بير بلاك بير بلانو على حسب ما تحب تسميه. عندنا برضو على الأبواب موجود، والطبلون وديكور الجير. طيب مثبت سرعة موجود، الأوامر الصوتية بلوتوث، التحكم بالنظام الصوتي. عندنا هنا الأنوار زي ما تلاحظ، أنوار هيلوجينية، RPM، السرعة، تنك الوقود، الحرارة، وعداد رحلاتها طبعا جاي باللغة العربية. التراكشن وتحكم في مستوى الخارجية، مع وجود زر التشغيل الذكي هنا موجود. طيب ننتقل لشاشة السيارة، شاشة معلومات تدعم أبل كار بلاي، مع وجود كاميرا خلفية. مكيف السيارة اللمس طبعا بتحكم منفصل بين السائق والراكب. عندنا هذا، نخلي الشنطة كهربائية ويدوية عن طريق هذا الزر، منفذ طاقة كلاسيكي، ومنفذ USB خاص للنظام الصوتي. حاملات أكواب عدد 2، والجير أوتوماتيك بنظام CVT. زر الدفع الرباعي حاليا على الفور ويل درايف لوك، أو فور ويل درايف إيكو، أو فور ويل درايف أوتو. فالأفضل دائما تخليه على الإيكو، الأوتو تستخدمه طلعات البر خفيفة الأمطار، واللوك تستخدمه في الأوفرود الرسمي. طبعا عندنا جنط كهربائي مع خاصية الأوتو هولد موجود. تكاية بالوسط مع مساحة تخزين، تكاية جلد فيها طراوة ما شاء الله. المراية الداخلية عادية ما هي تعتيم. أنوار السقف هيلوجينية. شماس السائق فيها مراية مع إنارة. شماس الراكب فيها مراية مع إنارة.
الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وعدد 7 أحزمة أمان. المتابعين الكرام، هذه أبرز المواصفات الموجودة في ميتسوبيشي أوتلاندر. خليني أجيب الكاميرا وجه كذا أفضل. إذا أنت مثلا أب لأسرة صغيرة، إذا أنت أم تحتاجون سيارة 5 مقاعد 6 مقاعد إلى آخره، وحلوة وعملية واقتصادية، هذه أحد الخيارات المناسبة. طبعا ما شاء الله قلنا تنافس الرافور، تنافس الإكستريل، تنافس المازدا، تنافس الهوندا سي آر في، برضو التوسان، سبورتاج، كلها تنافس طبعا، أو نقول كلها من فئة واحدة هذه السيارات. بالأول الأخير أنت تختار الشيء اللي يناسبك، الشيء اللي يعجبك. دعم السيارة بتحصل على شكل جديد، أو عفوا صار في منها شكل جديد لكن حيكون بسعر مرتفع. فإذا أنت إنسان ما تهتم بالشكل قدر المستطاع، تهتم بالخدمات اللي تقدمها لك السيارة، عندك أهم شيء الخدمات، السعر إلى آخره، فهذه خيار مناسب. ما شاء الله تبارك الرحمن، مرتفعة بشكل حلو على الأرض، صحيح ما هي زيادة، لكن حتى لو أنت مثلا في مدينة فيها حفار مطبات إلى آخره، فبتكون أفضل منك تأخذ سيدان. طولت عليكم متابعيني الكرام، أتمنى تكون عجبتكم السيارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.